خير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من انبوكس، يوم جديد وفقرات متنوعه، بس اكيد اول ما نبتدي خلينا نرحب بالشباب اللي معايا في الاستوديو. كوتي اهلا اهلا اهلا. شيكو ازيك يا هاي؟ هاي عامله ايه؟ الحمد لله. وانتم؟ الاخبار كله تمام. ازيك يا هاي؟ اصل انا كنت سرحان معاك. اهلا اهلا. تحس انك جايب صينيه شربات. ايوه ايوه. وداخل على دوايات النور. يا دي النور. ايوه منورنا والله. جبنا له سيره الاكل دلوقتي. هلا كل الحلقه هيتولينكوا الحاجه على الاكل. جعان؟ اكيد كالعاده يعني مش حاجه جديده. طبعا جمعه مباركه على كل المشاهدين وعليكم انتوا كمان يا زملائي. يا رب يا رب كده. انت كويس؟ انا الحمد لله. حاسك مسعان شويه. لا انا انا باجي بالعافيه. هو جميل ومفيش اي حاجه. اعمل نفسك مش واخد بالك. صح يا ما كنتش في اي حاجه. طيب يلا نبدا بقى مواضيع كده حلقتنا. طبعا جمعه مباركه على حضراتكم، ويا رب كده يكون يوم جميل والحلقه كمان يكون كده دمها خفيف باذن الله. فانا اخر نبدا مع حضراتكم كده من الاخر للاول. هيكون في اخر فقراتنا هيكون معانا الداعية يوسف عادل، وهنكمل معاه مسيرتنا كده عن افضل الطرق للعباده طبعا واحسنها. وكمان هنتكلم احنا ازاي نقدر نجهز لشهر رمضان ونستثمر كده شهر رجب ان شاء الله. وخلاص كده كل سنه وحضراتكم طيبين، كلها شهرين ويكون معانا الشهر الكريم. تابعونا في اخر فقراتنا ان شاء الله. انا مستني بس رمضان عشان الكنافه. كنافه؟ طب هجيب لك كنافه من دلوقتي. لا كنافه رمضان غير. القطايف في رمضان مش الكنافه. ده بيبقى رمضان ده ليله. ليله ليله. خدت من الفقره الكنافه. بالظبط. بسم الله ما شاء الله ان شاء الله. هو باين. خلينا اقدم بس فقره الضيف وبعد كده نشوف الكنافه ايه. اخبار؟ اتفضل يا فندم. ابن اسكندريه البار. هيكون معانا محمد علي اللي احتفل بيه وكاله ناسا. طبعا وكاله ناسا اكبر وكاله واول وكاله فضاء في العالم، واحتفت بمحمد علي لمشاركته اللي عمل تلسكوب. هنعرف عن التلسكوب اكتر لما يكون محمد معانا في ضيف البرنامج ان شاء الله. اما الفقره الثانيه زي ما عودنا حضراتكم دايما بتكون فقره مناقشه. هنتناقش معاكم عن توبيك لذيذ النهارده. التوبيك ده بيقول ايه الحاجات اللي نحن نفسنا نغيرها بحالنا ومش عارفين، او ايه الحاجات اللي برضو او العادات اللي كان عنا هي وغيرناها. وكمان جايبين لكم دراسات بتقول لكم او بتساعدكم بالاحرى انه لو في حاجه مش مضايقاكم بحالكم هتعرفوا تغيروها من الدراسات دي. خليكم معنا في الفقره الثانيه وهنستنى اتصالاتكم ومداخلاتكم علشان نعرف منكم ايه الحاجات اللي قدرتوا تغيروها. حلو قوي. يمكن احنا كده نبدا بقى كده الحلقه. في الاونه الاخيره ممكن بنشوف ان في رياضات كتير ممكن ما بنسمعش عنها في مصر بصفه عامه، او ممكن يكون جمهورها قليل او يكون محدود. ممكن يكون هي اصلا بالفعل موجوده في الدول العالم، خصوصا الدول اللي ممكن تكون مصاحبه دايما للطقس الجليدي، ودايما يكون درجات الحراره عندهم من صفر للسالب. طيب احنا هنتكلم دلوقتي عن بطولة الامارات للتزلج الحر. عن ثلاث رياضيين مصريين طبعا دخلوا بطولة الامارات الوطنية للتزلج الحر. واللطيف في الموضوع كله ان هم اصلا عمرهم صغير، يعني ممكن نسمع عن بطولة كبيرة او تكون ان هي اصلا بطولة من اهم البطولات للتزلج، ويكون كمان اعمارهم من 6 سنين ل 16 سنة بس. فده عمر صغير جدا. التلاتة دول هما نوح فيصل، شادي علاء، وديانا أشرف. ديانا أشرف طبعا كمان فازت بالميدالية البرونزية وبقت أول فتاة مصرية تتزلج على الجليد وتفوز بميدالية في الرياضيات الثلجية. وكمان الرياضيين وأبطالنا دول فازوا هنا في مصر بالمسابقة الإقليمية اللي اتعملت في سكي مصر. والمسابقة دي كان مترشح لها ناس كتير، وهم كانوا من ضمن 16 متسابق، وكمان أهلتهم للمسابقة بتاعة الإمارات. خلونا نطلع دلوقتي التقرير عشان نشوفهم وهم في السكي. لو انت كائن بتحب الشتاء، ايه اللي يخليك تروح أوروبا لما ممكن تيجي سكي إيجيبت؟ عشان كده النهاردة عايزين نستكشف مع بعض ونعرف ايه اللي بيتم هنا في سكي إيجيبت. لسه مكملين معاكم من سكي إيجيبت، ومعانا لقاء مع مستر محمود يوسف من شركة ماجد الفطيم ومدير تشغيل شركة ماجد الفطيم هنا في مصر. منورنا ومشرفنا في صدى البلد. الله يخليك، شرف كبير لنا مستر مصطفى وحضراتكم اللي منورنا ومشرفنا في الأجواء الاستثنائية التلجية. درجة الحرارة دلوقتي سالب 2 تحت الصفر.
فطبعا دي اجواء الحقيقه مش متوفره عندنا ومش متعودين عليها كمصريين. طبعا احنا برنامج الرعايه اللي بيتقدم النهارده في سكي مصر ابتدى في سكي دبي من سنتين، والحقيقه احنا كملنا على الخطه بتاعه سكي دبي في ان احنا ننمي مهاره او رياضه التزحلق في الشرق الاوسط. المساحه الاجماليه لسكي مصر 22000 متر مربع، مساحه التلج اللي موجوده داخل السنو بارك 13500 متر مربع. لو احنا وزننا كميه التلج اللي حضرتك شايفها دي، اجمالي وزنها يوصل ل 7000 طن تلج. برنامج الرعايه بتاعنا نتج عنه 15 رياضي استثنائي، منهم 3 رياضيين مصريين بيسافروا ويشرفونا ويمثلوا مصر في دوله الامارات العربيه. بلعب في سكي ايجيبت من 2017، من اول ما دخلت كنت بلعب فور فان عادي كهوايه عادي، وبعدين لقيت نفسي بتحسن فيها، وطبعا سكي ايجيبت ساعدوني بالحاجات واللبس والبوت والسكي وكل حاجه، هم اللي اهلوني اصلا اني اطلع الكومبيتيشن في سكي دبي. لعبت وسافرنا ولعبنا ورجعنا. طلعوني انا فيصل ونوح لدبي، وانا الوحيده او البنت في مصر جبت ميداليه برونز في الرياضات الشتويه. رياضه التزحلق متاحه للجميع، بتبتدي من اول سن 3 سنوات ولغايه سن 50، ويمكن عندنا رياضيين بيمارسوا رياضه التزحلق عندنا في سكي اعمارهم فوق ال 50 سنه كمان. فالحقيقة مفيش ما يمنع ان اي حد يجي يخوض التجربة دي، والحمد لله احنا عندنا مدربين على مستوى عالمي بيقدروا ان هم يوصلوا الضيوف الكرام يعني الى مستوى معقول، بحيث ان هم يقدروا بعد كده لو حابين يمارسوا الرياضة دي بنفسهم سواء جوه مصر في دولة الامارات او في اي مكان تاني في اوروبا. ولكن هي حاجة جميلة، وبنحب ان احنا نكون من احد الشركات الرائدة في توفير الاماكن الترفيهية اللي بتدي المصريين خبرات واكسبيرينسز مختلفة عن العادة. البرنامج بتاع البطريخ اللي موجود عندنا في سكي مصر ده تكملة للي تم في سكي دبي. اللي بيحصل حقيقة ايه؟ ان احنا جايبينهم عشان نعرف الناس الاول عن الطائر الفريد من نوعه ده اللي هو متواجد بس في القطب الجنوبي، ونعرفه اكتر عن الاجواء، بيعيش ازاي، اكله ايه. النهاردة احنا بنحاول برضو نوصل رسالة مهمة للناس اللي بتيجي تشوف البطريق في سكي ايجيبت، وهي ان البطريق طائر من الكائنات اللي هم على وشك الانقراض. زي كلام حضراتكم شفتوا ان هو الموضوع فعلا اجواء مختلفة عننا احنا هنا كمصريين. احنا ممكن نكون اقصى درجات الجو اللي احنا ممكن نكون شفناها اللي بنشوفها الايام دي ممكن يكون درجات الخمسة والستة، لكن عمرنا ما كان عندنا حتة الجو التلج. فيمكن يكون كانت الرياضة دي مش منتشرة، يمكن يكونها في بلاد برة او كمان في بلاد يعني ممكن تكون في الوطن العربي عندها بيجي لها موسم التلج ده ويقدروا ان هم يمارسوا الرياضة دي على الجبال. موضوع حلو وان احنا ممكن فعلا نجربه، واعتقد ان هي يعني كمان تغيير ومود جديد الواحد ممكن يكون بيعمله. فانا عن نفسي كده وخطيب هنجربها ان شاء الله. ايوه انت لازم نروح كده بس ناخد معانا بس كاميرا عشان نصور اللي هيحصل ده ان شاء الله. عيني. عشان هنتزحلق زحلقه وهعرضها لك في البرنامج. حلو كده. طيب كده هتكون خلصت فقرتنا الاولى، كده نروح معاكم للفقره الثانيه. الفقره الثانيه كده بنتكلم عن حاجه هي يعني دمها خفيف جدا، ممكن يكون كلنا حاولنا ان احنا فعلا نغير من نفسنا وكلنا يكون عندنا عادات سيئه، وكلنا عارفين ان احنا محدش فينا كامل والكمال لله وحده طبعا، لكن بناخد قرارات كتير في حياتنا ان احنا نحاول نتغير، نحاول نحسن من اي عاده سيئه ممكن نكون بنعملها في حياتنا. ممكن يكون العادات السيئه دي بتختلف من شخص لاخر، في شخص بيحب ياكل كتير، في شخص بيحب النم، في شخص يعني والعياذ بالله بيحب التدخين، في شخص تاني ممكن يكون بيحب مثلا يصرف كل فلوسه على العربيات او على اي حاجه مثلا وتكون فيها نزاهه زياده عن اللزوم، مش عارف اعمل ايه في المشكله دي، يرجع يشتكي مش عارف اعمل ايه في كل فلوسي رايحه كده على العربيات، كل فلوسك رايحه على اكل انت. على المشاريع انت مشارك فاهم ميدان 6 اكتوبر كله. ب
بالظبط. بس عايز اقول لك على حاجه، ان علم النفس بقى قال حاجه حلوه في الموضوع ده. قال لو انت عايز تبطل عاده سيئه انت بتعملها، او عاده انت عايز تعمل يعني تبطلها في العموم، لو استمريت ان انت ما تعملهاش لمده 21 يوم، فانت ممكن يعني بنسبه كبيره تنجح وتبقى بقيه حياتك ممكن ما تعملهاش. 21 ليه مش 20؟ ليه مش 22 او 25؟ مش عارف الدراسات بقى. هو هي جت عند 21 وهم قالوا علماء النفس هم اللي بس دايما انا كمان بحس كلمه السر هي التعويض. لو انت تعودت او اي انسان حاول يعود حاله على اي عاده جديده احسن من العادات اللي كان مثلا بيعملها من قبل الحاجات الوحشه، بالعكس لما انت تتعود على الموضوع رح يصير الموضوع عندك زي روتين بحياتك، رح يصير عادي. زي الحاجات مثلا الرياضه، خلاص في ناس بقت اول ما تصحى الصبح مثلا بتنزل بتعمل رياضه، زي ما الناس متعوده انها لما تصحى الصبح تشرب مثلا قهوه او كاسه شاي. فعندك عادات دايما، مثلا في ناس متعوده انها تنام بعد الاكل، تشرب شاي بعد الاكل. صح. في عادات صغيره نحن يمكن متعودين عليها من ايام نحن صغيرين، او كنا نشوف اهلنا او الناس اللي بحياتنا بيعملوها، بس الحاجات دي مثلا ما كناش نحن عارفين انه الحاجات دي ممكن تاثر علينا بطريقه سلبيه. زي مثلا حاجه تافهه صغيره قوي اللي هي مثلا تشرب شاي بعد الاكل. ده حقيقي. لما لو شربت شاي بعد الاكل مضر جدا. مضر جدا، ما هو بكسر فيه الحديد. ففي حاجات صغيره نحن يمكن ما نكونش اصلا ماخدين بالها منها، هي المواضيع دي بتكون مؤذيه. احنا معانا خطوات بتحاول انها تقدر تساعدك انك تغير العادات المش حلوه بحياتك. طيب احنا ممكن زي ما هاي قالت الخطوات دي ممكن يكون، ممكن نبدا مثلا تخيل نفسك باول خطوه كده انك ممكن تكون بتتغير. كلنا عارفين كده انك لازم اول حاجه يكون الموضوع نابع من جواك، يعني لازم تكون انت مصدق فعلا انك عايز تتغير، ومش شرط الموضوع يجي معاك بشكل مباشر. تحاول تفكر انت اصلا كنت راسم لنفسك عايز تكون فين، عاوز تكون مثلا شكل جسمك ازاي، مثلا ممكن زدت شويه في الوزن، مثلا لو بتلعب رياضه انت مثلا كنت راسم لنفسك انك تكون في مستوى معين، وممكن يكون واجهت مثلا شويه صعوبات، فلازم تحاول انك تغير الموضوع كله من خلال دماغك بشكل غير حتى مباشر، لان ده هيساعدك مع مرور الوقت انك فعلا توصل لهدفك وما تستسلمش بسهوله. دي كانت ممكن تكون من اول النقط معانا. بالظبط. وكمان في كمان نقطه تانية ممكن نعملها، التدوين، ان احنا طول الوقت ندون اهدافنا، ندون احنا عايزين نوصل لفين، احنا فين دلوقتي. حاجات على فكره. ومثلا اول اسبوع انا قدرت اعمل ايه، انجزت قد ايه، اول تاني اسبوع ايه الحصيله التانيه اللي عدت عليا، والكلام ده كله. التدوين ده مهم جدا. حلو. في بقى حاجه تاني، الصديق وقت الضيق اللي بيأزرك ده، اللي عارف انت اللي هو ايه، احسنت، عارف اللي بيديك دفعه دايما، يديك دفعه ويديك دايما كده دعم ان انت فعلا بتوصل للي انت عايزه. ده غير الصديق مثلا بقى العكس، لو ما تيجي ناكل كل ما يشوفك لو هناكل فين النهارده، بس انت خلاص، ولا تدوين ارغي بقى كل اللي دونته ده. ارمي الكتاب ده بقرا كده، يلا يا عم اتفضل. اما الخطوه الرابعه هي الوقت الكافي والصبر. دايما لازم تكونوا صبورين، لازم يكون عندكم شويه بيشنس علشان تقدروا تعملوا الحاجه اللي انتوا عاوزين تغيروها. ما فيش حاجه بتتغير بيوم وليله، لازم بالعكس المفروض يوم ويومين وثلاثه اعطي الموضوع حجمه ووقته الكافي علشان تقدر تقتنع فيه وجسمك اصلا يتقبله ويتغير، يتعود على التغيير اللي عم بيحصل. فكونوا صبورين واعطوا الموضوع وقت. صح. انا ممكن يكون النقطه الاخيره وانا شايفها ان هي من اهمهم، التجنب دايما الحديث السلبي الذاتي. بمعنى ان كل بني ادم كده بيبقى جواه وسواس دايما بيخليه يشك في نفسه، يشك في قدراته، يشك في اي حاجه ان هو يقدر يحققها، مع انه ممكن يكون مش ناقص اي حاجه عن اي بني ادم نجح زيه في مجاله، او في مجال سواء عمله او في رياضه او في دراسه او اي حاجه تانيه. التفكير ده دايما بيخليك ترجع لورا 20 خطوه. لو انت بتحاول انك فعلا تتقدم، حاول انك تتجنب انك تحبط من نفسك، تحاول تقول لا انا مش هقدر، طيب بكره، زي ما كلنا كده ربنا يقول لك ايه، يعني لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. ده فعلا ده مهم جدا، دي حاجه ممكن تكون كلنا بنقعد نقولها بهزار بيننا وبين بعض، لكن في الاول او في الاخر دي فعلا مقوله صح، انك تحاول انك ما تاجلش، حاول انك فعلا تمشي بهدف، وفعلا انك اهدافك دي تفضل جواك وتكتبها زي ما خطيب قال النقطة دي، ان ده هيفرق معاك جدا جدا جدا. ففي الاول او في الاخر تجنب اي حديث سلبي وتحاول انك تحبط من نفسك، لا خليك واثق في نفسك وفي ربنا، وان شاء الله تقدر تحقق ده
باذن الله. بالظبط زي ما قلت شريف، الواحد برضه كل المواضيع تقريبا بترجع لنفس الحاجه، ان الواحد لازم يكون صح. صبور، الواحد لازم ما يكون عنده في ناس نيجاتيف بحياته، لازم يكون عنده اصحاب كويسين، لازم يعطي الموضوع حقه، كمان يتجنب الاسس النيجاتيف من حته اللي انت مش هتعرف تعمل كده، او انت لو حاولت تغير او لو فشلت اول مره بالتغيير ما عرفتش، لا ما تفقدش الامل، لانه ما فيش انسان اتولد بيكون عنده طبع مش كويس او حاجات عاوز يغير، ما فيش حاجه يعني بنولد كده، فاي انسان بيقدر يغير اي حاجه موجوده في حياته. فزي ما قلنا الواحد لازم يكون صبور ويدي الموضوع حجمه ويحط في باله ان هو عاوز يغير، لانه كل المواضيع دي بتبتدي من جوه. انت لو نيتك عاوز تتغير هتعرف تتغير، لو حطيت في دماغك انه عاوز تتغير هتتغير. يا سلام يا هيا، يا سلام يا هيا، يا سلام يا هيا على العقل. ايوه. طب انتوا ايه العادات اللي انتوا قدرتوا تغيروها؟ يعني كنت مثلا متعودين تعملوا حاجه وكانت مثلا شايفينها عاده سيئه وقدرتوا تغيروها؟ بص انا يعني السنه اللي فاتت اول سنه كنت بعمل بجد نيو ريزولوشن وبمشي عليها، كتبت قبل راس السنه كتبت بوينتس كده عندي انه انا في حاجات دي لازم اغيرها في حياتي. اول حاجه مثلا قلت عاوزه اغيرها، انا حساسه زياده عن اللزوم، فلا المفروض انا لازم ابقى قاسية، انا المفروض اكون قاسية وما تفرقش معايا اي حاجه موجوده في الدنيا كلها. لا بس بجد لازم الواحد يكون قوي، مش المفروض الانسان يكون سنسيتيف يزعل على اي كلمه بيسمعها او اي حاجه بتحصل معاه في حياته تحبطه، لا بالعكس كون قوي وتعلم من اي حاجه بتضايقك قبل ما يعني تحس. بس يعني انا شايفك انت لسه حساسه ما اتغيرتيش. حساسه بس بطلت طريقات، يعني شغاله، يعني شغاله على الموضوع بتحاول تحسنه. ده قصدي حساسه دلوقتي كنت شيء قصص حساسيتي. يعني دلوقتي لا بقيت اكتم، مش أكبر. لا في حاجات مش لازم اقعد اعاتبك عليها، يعني انا كنت عيانه ليه ما كلمتنيش، لا خلاص طنش. تعلمت هلا حاجه جديده هي طنش تعش تنتعش. يا سلام. حلوه دي مع الاقاويل. حلوه دي. يا سلام. فدي ماشي دون. عليها دون 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 بقى دون. طب وانت يا شريف ايه؟ ايه مين؟ ايه قدرت تغير ايه سيء كنت بتعمله؟ بص هو مش فعل، هو كانت صفه او طبع ان انا اخد كل حاجه على اعصابي. الموضوع ده كان متعب وبدات فعلا اتعب جدا، فان انا كل حاجه ممكن تحصل لي فيها مشكله اخد الموضوع على اعصابي والدنيا تقوم ما بتقعدش. فحاولت الموضوع ما تخلصتش منه 100%، لان ده في طبيعه شخصيتي ان انا عندي دايما حته الاحساس بالمسؤوليه، فانا كل فتفوته بعمل لها حساب. وطلعت ان لو عملت حساب لكل كبيره وصغيره بقيت اتعب، بقيت مش قادر، بحس ان دماغي دي قد الكره الارضيه. فحاولت لا ان انا فعلا مع مرور الوقت ان انا اخد كل حاجه ببساطه. ففي حاجات كتير نجحت فيها وفي حاجات لسه ما نجحتش فيها، بس اتحركت في الموضوع والموضوع فرق معايا فعلا. طيب يعني يا استنى، يعني بقيت الغزاله الرايقه؟ لا مش رايقة. لا يا مش رايقة، يعني هي مش رايقة. هي بصي هي الحمد لله بتروق عليها، يعني هي الحمد لله. أنا بحاول دايما كل ما يجي لي طاقة سلبية أو أحس إن الدنيا كلها فوق دماغي، لا بحاول إن أنا أبعد عن المواضيع دي. يعني أحاول إن أنا أتجنب أي حاجة تحطني في بريشر أو تحت ضغط مستمر. فدايما بحاول إن أنا ابعد عن الموضوع. ممكن ان انا هتلاقي نفسي قعدت لوحدي عادي، انا مش مكتئب بس عادي. صح. لا 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 بس ده مش صح، ما انت مش مكتئب الحمد لله دلوقتي، لكن على المدى الطويل ان انت عمال كل شويه مش بتهرب، بس ان انت في حاجه مضايقاك فبتنزلها على جنب، حاجه مضايقاك بتنزلها على جنب، اللي على جنب ده هيتملي، فهتلاقي في مره من المرات الموضوع ما هي حاجات مش مصيريه. حاجات مش مصيريه. بص انا كنت حابه اسالك السؤال، بس مش حاسه انه انت غيرت اي عاده زي انا مبسوط بنفسي كده وما عنديش عادات اساسا سلبيه او عادات سيئه. انا خالص. انا مبسوط ولا الترتيب ولا الفوضى ولا انا ما بيحفظش ارقام ولا اي حاجه. لا الارقام دي مشكله كبيره ما اقدرش. طب ايه رايك تحاول تعمل واحده من الخطوات اللي موجوده هنا على حته الارقام؟ لا ما انا مبسوط من غير ارقام. انا الارقام بتتعبني جدا، بتستفزني. فمبسوط، انا مبسوط كده يعني. يعني ازاي طيب؟ ازاي طب يا استاذ كريم طيب؟ انا سمعت يا سن عرفت كده بالاير بيس بقول لكم حاجه. لا هو بيتكلم ان انا باكل كتير. لا بس كويس مش بيتخن يعني. طب ما فيش اي عاده. طب يا احمد ما فيش اي عاده انت ممكن تكون مثلا حابب ان هي تكون موجوده مثلا وتحاول انك تسعى لها ان هي تكون في عاداتك اليوميه مثلا؟ ان هي تكون موجوده ولا ما تكونش موجوده؟ لا تكون موجوده، يعني نقول اضافه. انت قلت ان ما فيش حاجه عايز تتخلص منها وتغيرها، ايه بقى اللي ممكن نفسك ان هو يكون
معاك وبتحاول ان هو يكون مثلا عاده من ضمن عاداتك اليوميه مثلا؟ ممكن مثلا القرايه، لان انا الشغل مع الحياه والحاجات دي كلها بتخلي الواحد، انا بجد بحب القرايه، فما بقاش عندي وقت ان انا اقرا، او ان انا بقى يبقى عندي وقت امسك الكتاب واقعد شويه كده مع الكتاب في الحياه. فكان نفسي بقى يبقى في وقت للكتاب والقرايه. وانت؟ طيب انا ايه الحاجه نفسك تبقى؟ إيه؟ ما تقول يا حاج، ما تسالش على فكره، يا عماله توزع الاسئله علينا وبتهرب. لا يوم الجمعه دايما كده. والله اسئله ما بجاوبش. انت ايه الحاجه، نفس السؤال اللي سالته للخطيب، ايه الحاجه اللي نفسك تكون عندك اياها في روتين حياتك؟ ايه الحاجه اللي ممكن والله يعني مش عارف، يعني ما فكرتش في حاجه معينه. يمكن يكون لو في حاجه انا نفسي تكون موجوده في حياتي، لا بسعى لها يعني، بسعى لحاجة زي دي يعني. لكن ممكن يكون الحاجة اللي أكتر نفسي أكون حتة اللي أحمد اتكلم فيها أو التدخين، القراية، حتة التدخين عموما. لا أنا مش في التدخين، لا إحنا رياضيين والحمد لله ملناش دعوة بأي حاجة دي. لكن لا حتة القراية، لا الرياضة، لا يعني الرياضة موجودة. ممكن يكون أنا بحب إن الرياضة فعلا تكون موجودة بشكل يومي، وممكن مرة أو اتنين حتى رايح ألعب كورة مع أصحابي حتى لو أي حاجة، دي حاجة أنا بحبها جدا. لكن طبعا مع ظروف الحياة والشغل وإن إحنا نقدر نتجمع أو كده، أو إن أنا مثلا هيكون عندي طاقة أروح الجيم النهاردة هجري أو أي حاجة، لا الموضوع ده قل شوية. لكن لا موجودة الرياضة، لكن ممكن تكون قلت. لكن حتة القراية دي الواحد بيقرا، بس بقى أصبح إن هو ممكن يقرا إيه مثلا مقال سريع. لكن إن آخد بقى كتاب مثلا أو أي حاجة، لا بتلاقي مثلا عندك لو في مثلا الشغل برنامج ظروف الحياة، فتلاقي نفسك زي ما احمد قال في زحمه، في توهان بيحصل، في مبقاش في وقت ان انت تقدر، مبقاش في وقت تعمل حاجه. طب هل انت يا خطيب بتلجا لصديق لما تكون حابب تغير حاجه فيك؟ لا علشان خالص. يدعمك ويساعدك خالص. على فكره انا هديها الخمس اسئله ورا بعض. انا مش هعدي الفقره كده، عماله هي. انا بقى الليدر بتاعت الموضوع. عماله سيبها. لا انا ما بلجاش. ازاي بتشجع نفسك علشان تغير؟ ما بلجاش خالص لصديقي، يعني انا حتى ما بعرفش اتكلم مع حد، لاني انا مؤمن ان كل واحد عنده ما يكفي من مشاكل وعنده زاويه للموضوع. يعني انا ممكن اتكلم في موضوع حاسه بحاجه معينه، اللي قدامي شايف مثلا ان انا بتكلم فيه ده هو ازاي مكبر الموضوع كده، واخده بالك ازاي؟ فلا بحل المواضيع كلها بس مع الاصدقاء الحقيقيين ما بيكونوش كده. ما بيزغروا من حجم المشكله تبعتك او العادي او اي الفكره. لا انا ده ممكن يكون في حد حواليا كده، بس انا مع نفسي مش عايز اتقل على حد، واخده بالك ازاي؟ فلا بحل المواضيع بتاعتي لنفسي. ممكن الصديق ده اخد رايه في حاجه، بس برضو رايه بيبقى على الهامش، مش بيأثر فيا قوي. يعني ده هيأثر عليك نفسيا لو انت كل خالص. حاجه بتخليها عشان ما بتحبش تتقل على الناس. طب ما الناس بتتقل عليك. لا 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 خالص خالص. اهلا. يعني انا مثلا من النوع اللي باجي بشكيلك. ايوه يعني. طب انا بتقل عليك يعني دي؟ لا خالص خالص ارفضيه والنبي اطلعي من حياتي دي. طيب انت يا هاي ايه؟ انت ايه؟ استني بقى، عارف انت بقى انا عايز المزيكا اللي هي بتاعت التوتر دي. التوتر. السؤال الاول بقى، ايه العادات اللي قدرت تغيرها في نفسك؟ مش هجاوبك، هاخد رأي هنا. الو واك 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 واك. الو خليها جاب كتير. ازيك يا هنا؟ ازيكم عاملين ايه؟ انت عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام. هنا سمعتي موضوعنا اكيد، بس احنا حابين نرجع نسالك، ايه العاده اللي بتحبي تغيريها بحياتك؟ لا هو في حاجات كتير قوي صراحه بعملها غلط. ايه؟ ونفسي اغيرها. في حاجات كتير قوي بعملها غلط ونفسي اغيرها. طيب شكلهم كتير ومش عاوزه انت تتكلمي بيهم. طب ايه الحاجه اللي غيرتيها؟ طيب ايه الحاجه اللي غيرتها؟ الحاجه بشكل اساسي ان انا كنت متضايقه جدا ان انا مش بعمل رياضه خالص او مش بتحرك خالص. وكنت طبعا كل شويه بشترك في جيم، بعد كده بقى اللي هو بشترك بقى 3 شهور 6 شهور وكده عشان ان انا هروح كل يوم، وبعدين بروح اول اسبوعين وبعدين بكسل وبطنش، ويعني وبلاقي نفسي بقى مكسله فمش بكمل الاشتراك وما دفعتش فلوسه وما بروحش. بعدين قررت ان انا بعد ما لقيت نفسي كده، وانا طبعا كلنا عارفين قد ايه الواحد على الاقل يتحرك حتى لو مش جيم في حاجه مهمه، فقررت ان انا اغير ده وبدات فعلا ان انا يعني اتحرك كل يوم، يعني عامله لنفسي ساعه كل يوم في حاجه لازم ان انا اعملها ولازم ان انا اتحرك فيها. وهل في صديق شجعك انه انت تعرفي تغيري العاده السيئه اللي عندك اياها؟ كنت متفقه فعلا انا واتنين صحابي، كنا عاملين جروب كده على الواتساب، وهو اوريدي الجروب بتاعنا يعني اللي احنا بنقعد نتكلم ونرغي فيه، بس كنا محددين يعني كل يوم بالليل بقى اللي هو انتوا عملتوا رياضه النهارده، حد نزل اتمشى النهارده، فشويه ده كان بيشجعني. واقول لك برضه ايه المشكله كانت بتكسلني، ممكن يكون طبعا فكره الواحد يشترك في جيم حاجه كويسه، بس ساعات كتير الواحد بيكسل اللي هو بالذات لو الجيم مش قريب قوي،
انا أيوة. لسه هنزل، لسه هاخد عربيه، لسه هركب مواصلات، لسه هدور. ما لازم يبقى جنب البيت بقى. بالظبط كده، لازم ده يبقى جنب البيت. ان هو انا كنت رافضه الرياضه بالجيم، وده كان ارتباط غلط. يعني طبعا لو قدرت اروح الجيم دي حاجه كويسه، بس لو ما قدرتش في طريقه ثانيه، ان انا مثلا عايزه اتمشى حوالين بيتي، ان انا اشغل فيديو على اليوتيوب واعمل زيهم. فهي برضه المايند سيت بتاعت الواحد ان هو ممكن يكون رابط حاجه بحاجه ثانيه، وعشان كده هو مثلا ممكن يكون مكسل ينزل ويركن وبتاع، فيقوم يبطل يعمل اللي عايزه الصح اللي المفروض يعملها. فانا شايفه يعني هي دي حاجه غلط. والله برافو عليك يا هنا. يعني في ناس كتير بتشترك الجيم ويقول لك كده وانا لازم اروح، فيعني الموضوع ده ايوه بيكون... انا كنت بتشترك، تحس ان هم بيتبرعوا للجيم يعني. ايوه بتبقى تبرعات، مش بتبقى اشتراكات دي. بالظبط، ما احمد بيعمل كده. احمد عمل كده والله. بيقول لك الحمد لله انا اشتركت في الجيم. طب بسم الله ما شاء الله، فشهر الثاني احنا بقى 8 شهور. فبقول له احمد اشتركت في الجيم بس مش بخس، لان مش بيروح. بقول له طب انت بتروح؟ قال لي لا انا مش بروح خالص يعني. وبعدين كل مره اغير الجيم، كل مره بقى اصحى الصبح كده واخدني الحماسه اقول لا انا هلتزم. وبعدين بيجي كده جوه الواحد ايه، طب انا هدفع فلوس، ولما ادفع فلوس هلتزم عشان هتوجعني الفلوس دي. ايوه لا صح. عادي بدفع فلوس وبتوجعني بس ما بلتزمش برضه. طيب يا هنا قولي لي انت دلوقتي مثلا لو غيرتي عاده سيئه من اللي انت بتعمليها، هل بتكافئي نفسك؟ بكافئ نفسي؟ يعني لا، مثلا وصلت عليها. لا اصلي بكافئ نفسي ده معناها ان انا خلاص بقى وصلت لاهم حاجه فيها، فلا لسه ما بكافئش نفسي بصراحه، بس بحاول اثبت عليها يعني. يعني والله بص يا هنا، وانا شايف موضوع المكافاه ده برضو يا احمد يعني لازم يجي برضو من يعني من الزوج، من الحبيب كده، الخطيب يعني، لازم الخطيب اللي هو خطيبك، مش خطيب احمد بياخد، ما بيديش هدايا احمد. يعني حتى احمد بيشارك اي حد هنا فاهمه بالكلمه، لكن هو ما بيدفعش. بس هنا لو انت متابعتينا، انت عارفه انه خطيب اصلا كل حاجه ما بتكلمش غير في الماده. ايوه انا بقول هو اكيد بيشارك في الزام اللي هو اللي احنا بندفع فلوسه وما بنروحوش ده، هو اكيد بيشارك في ده. خد بالك عشان انت سمعتك كده بدات يعني بدات ايه، خلاص انت اتحشرت قوي في مصر. شكرا ليك يا هنا. ميرسي يا هنا، ميرسي. على فكره السمعه دي كويسه في السوق، ليه؟ لما اسمك يبقى رنان في سوق العمله. العمله والعمل. ايوه صح، بالك. فخلاص والمشاريع بقى وال بالظبط، مش هتمدي كومبيالات، مش هتمدي شيكات، مش هتمدي الحاجات دي، خلاص اسمك بالكلمه. اسمك انت داخل باسمك. بالكلمه خلاص. انت يعني كلمتك كمان بتبقى كويس كويس، ان احنا ندخل في اسمه كمان. مفيش مشكله. انت لو رحت قلت لهم بس على اسمي بس كده، خد اللي انت عايزه. بشمش اسالها بقى كده عشان هي خلعت مني، فانت خش عليها بقى. السؤال الاول يا هيا، انت دلوقتي ايه كان في حياتك عايزه تغيريه وتغير، وايه كان في حياتك عايزه تغيريه وما تغيرش؟ ما جاوبتك على السؤال ده. خلاص، ايه اللي في حياتك كنت عايزه تغيريه ما تغيرش؟ اختاري سؤال من الورقه وجاوبين عليه. مش عارفه كفايه لمضه بقى، كفايه لمضه. انا مش لمضه. طب اتفضلي. طب ما دخلناش في قصه ثانيه بقى. انا مش لمضه، خد بالك عشان في حاجات كتيره اكيد عاوزه اغيرها يعني، يعني اتغيرت اكيد كل انسان. يعني انا بحس ان الانسان اصلا لما يكبر بينضج، كل سنه على سنه بيتغير لوحده. يعني لو حتى في عنده عادات سيئه كان بيعملها بيقعد يغيرها. يعني انا قبل ما كنتش العب رياضه صرت العب رياضه، لانه خلاص مش عاوزه اوصل مثلا سن ال 30 واقول ده اتاخرت على ال 35. لا ايه ايه هوب هوب هوب، ايه انت بتقولي ده؟ على بدري جاله سن ال 30. لا مش عاوزه ابتدي رياضه على ال 30 وعلى ال 35، بالعكس. لما بدي اكون واصله ل 30 و35 حتى ال 40 بدي اكون فيت، بدي اكون وضعي تمام. يعني لما 35 هتكون تو ليت، بس 30 ده هتكون عظامي اصلا. مش ارقام كبيره بلاش، مش ارقام كبيره برضه عشان الناس تتفرج علينا والكنترول وصدى البلد كلها يعني. يعني انت كده مش هتخرجينا من هنا النهارده. علشان كمان عن جد الانسان صحته، يعني انا بلعب رياضه علشان صحتي، بس لما اكون لما اصير لما اكبر رح تكون صحتي احسن، بشرتي رح تكون احسن، جسمي حيكون مشدود. ايوه يعني تقريبا عندك 30 سنه كده. لا لما اكون 35. خلاص بقى يا جماعه، كل واحد يقدر يبدا رياضه في اي سن. أيوة. وطبعا يستحسن طبعا كل ما كنت بادئ الموضوع بدري اكتر واكتر، احنا مش عايزين اي حد يزعل مننا في اي في اي في اي عمر. كل واحد يا شريف، كل واحد ممكن يغير العادات السيئه اللي كان بيعملها ويكتسب عادات سيئه جديده ما كانش بيعملها عشان يجرب الجديد. لا يعني ان شاء الله يكون كلها عادات كويسه. طيب كويس. احنا كده في حاجه افتكرتها. ايه انا ما بسمعش كويس، يعني انا النوع اللي بتكلم اكتر ما بسمع الناس بقى.
فدي بجد بحاول اغير في حياتي قوي كبير بدل الليسنر يعني. طب يعني دي بصي ممكن تحاولي، ممكن تكون ليها علاقه بالتركيز شويه، ممكن تبقي انت سرحانه في حاجه هنوديك للدكتور او ليها علاقه. لا بجد والله يعني ممكن تكون دي حاجه ليها علاقه بالتركيز شويه، بتركز في حاجه قوي ما تعرفش توزع التركيز على حاجتين، فدي ADHD يعني. انا مش عايز اقول بقى خلاص بقى انت قلتي. طيب يا جماعه كده كنا خلصت الفقره بنتكلم فيها عن اي عاده سيئه، يا رب كده ربنا يبعد عننا اي عاده سيئه في حياتنا، وان شاء الله يكون عندنا كل العادات اللي يكون ليها خير علينا في حياتنا. كده كنا خلصت فقرتنا، هنطلع لفاصل كده ونرجع نتكلم عن محمد علي ضيفنا هيشرفنا اللي شارك كمان في محاكاه تلسكوب جيمس ويب في وكاله ناسا. هنطلع لفاصل ونرجع لكم على طول. وكالة ناسا وكالة كبيرة جدا، وهي الرائدة في علوم الفضاء، وأي حاجة عن الفضاء وأي أخبار عن الفضاء ممكن تكون هي الوحيدة الموثقة لكل أخبار الفضاء والعلماء والتلسكوبات الجديدة والكلام ده كله. معانا النهاردة محمد علي ابن اسكندرية كده اللي بتحتفي بيه وكالة ناسا، عشان اشترك وكان من ضمن مصممين التلسكوب اللي هيصور الكون برؤية جديدة. عامل يا محمد؟ الحمد لله، نورنا. الف نوركم. قبل الهوا كده قعدت تقول لنا في معلومات كده عن الفضاء، وان شاء الله هنشارك بيها ساده المشاهدين. نورنا يا محمد. الله يسلمك. اهلا وسهلا فيك. اهلا بك محمد. اول حاجه نبتدي معاك في حرف ان احنا عرفنا معلومه غريبه، انه انت اصلا شغلك ودراستك ملهاش اي خاص بعلم الفضاء. بالظبط. ممكن نبتدي بس نعرف على اتعرفنا على حضرتك. الاول انا خريج بكالوريوس خدمه اجتماعيه، شغلي في مجال التليفونات المحموله، بعيد خالص عن بعيد كمان عن مجال دراستي. بس هو انا عندي حب للفضاء من زمان، عندي حب ان انا اتعلم المجال ده، الفضاء وعلوم الطقس والمناخ. فانا حبيت المجال دوت، يعني حاولت ان انا ادور على حاجه عشان خاطر اشوف اتعلم منها، عشان خاطر انا كان عندي شغف ان انا اعرف الحاجات المجهوله عننا. بس ليش ما فكرتش تدرس مثلا حاجه خاصه في دي، ما دام انت الشغف ده وحبك للفضاء من زمان موجود؟ والله هو في مشكله عندنا، يعني ان ما احنا ما بندرسش اللي بنحبه وما بنشتغلش الحاجه اللي احنا بنحبها. ودي مشكله كبيره احنا بنقابلها. طبعا بقى لظروف كتير، يعني ابسطها ان احنا ما بيكونش عندنا وعي واحنا صغيرين ازاي احنا نخطط لمستقبلنا. صح. عشان مثلا بحب الفضاء اخش ايه عشان اتعلم حاجات عن الفضاء؟ وانا صغير ما كنتش عارف يعني ايه فضاء، وما ما كانش في قدامي فرصه ان انا حتى يعني حاجه تشجعني ان انا اتعلم. بالظبط. بس ممكن مع مرور الوقت برضه وتطور السوشيال ميديا يكون الجيل اللي طالع عنده وعي اكتر. اكيد. كان دلوقتي سمعنا مجالات كتير طلعت في جامعات، وبقى عندنا فعلا اكتر من مجال مختلف بدا يظهره في مصر. بالظبط. بصوره كبيره. دلوقتي كمان بقى في فرصه جميله كمان، احنا بقى عندنا عندنا كليه علوم الفضاء موجوده. بالزبط. في بني سويف، دي يمكن كليه موجوده الوحيده في الشرق الاوسط. في عندنا دلوقتي وكاله فضاء مصريه، وان شاء الله قريب في وكاله الفضاء الافريقيه هتبقى عندنا هنا في مظبوط في العاصمه الاداريه ان شاء الله. وكمان اطلاق اقمار صناعيه كتير اتعملت وكده. طيب محمد، انا دلوقتي بس عايز اعرف منك، احنا علوم الفضاء والعلوم بصفه عامه دايما بتكون محتاجه دراسات كتير وسنين وابحاث كتير جدا، ايه المراجع اللي انت اعتمدت عليها علشان تقدر تبعت تصميم او تبعت فكره لناسا ويكون انت من ضمن 13 واحد اختاروهم من اصل اعداد كتيرة جدا بعتت؟ هي الفكرة بدأت معايا من فترة. أنا كنت حابب أعرف البداية، كنت عايز أتعلم أفهم الطقس، إزاي بيعرفوا الطقس بكرة هيبقى. فبدأت إن أنا أقرأ عن الطقس وأقرأ عن المناخ، وكان في بدايات كانت كلام على التغيرات المناخية. ده فدي كانت فرصة الواحد كان يعني عايز يتعمق أكتر. فلقيت ان مجال الفضاء قريب شويه من مجال المناخ، لان هما اللي بيقدروا يتنبؤوا بحاله الطقس والمناخ. فكان عندي مشكله مش في ترجمه الابحاث اللي بتبقى موجوده على المواقع، قد ما كان عندي مشكله في ترجمه المصطلحات. هي مصطلحات كانت صعبه عليا شويه في الاول. كنت بتابع المواقع الاجنبيه واخد الابحاث بتاعتهم. هم بره كمان عندهم ميزه جميله ان هم ما بيبخلوش بالعلم.
اي ابحاث جديده دايما اب تو ديت على طول بينزلوها، اخد الابحاث بتاعتهم وبترجمها، وبعد ما بترجمها بترجم العربي بتاع المصطلح العربي اللي موجود عشان ده بيبقى محتاج دراسه اكاديميه طبعا ما كانتش متوفره عندي باسامي ومصطلحات معينه. كان كل مصطلح كنت بقرا عنه فكنت بقى استفاد معلومه جديده. خد معاك وقت؟ ثمان سنين. طبعا ثمان سنين انا من ثمان سنين وانا يعني مكرس وقت كبير ان انا اتابع علوم الفضاء والطقس والمناخ بشكل يومي. كنت بنزل تقرير عن حالة الطقس عندي على الصفحة. ده فادني بقى في ان انا خلال الثمان سنين كنت كل سنة بتابع حالة الطقس النهاردة وقارنها بحالة الطقس السنة اللي فاتت في نفس اليوم اللي انا منزله والسنة اللي قبلها، فده كان اعطاني تصور عن وضع المناخ. وهنا قدرت ألمس إن في تغير بيحصل في المناخ، وأكيد إحنا كلنا طبعًا شايفين إن في تغير كبير حاصل في المناخ. وإيه البرد اللي جاينا دلوقتي يا محمد؟ والله إيه البرد اللي في حياتي بقالي خمس سنين في مصر ما شفتش البرد ده؟ أنا سايبهم في اسكندرية سيول هناك. اسكندرية النهاردة فعلًا باينة على السوشيال ميديا فعلا. هو الموضوع كله يعني برغم إن إحنا حاسين إن في يعني انخفاض كبير في درجات الحرارة، إنما هو السبب وراء الاحتباس الحراري. إحنا عندنا درع ربنا التلوث. عندنا ربنا عطينا درع حوالين الكرة الأرضية الأوزون اللي هو الغلاف الجوي. الغلاف الجوي ده بيبقى فيه نسبة غازات هي اللي بتبقى مسؤولة عن إن هي يعني تعمل زي احتباس حراري بس معقول نقدر إحنا نتكيف معاه هنا ونعيش، اللي هو بيسمح لنا بدرجة حرارة معقولة إحنا نعيش فيها. الإنسان طبعا اللي هو مش سايب حاجة في حالها، الصناعات واستخدام وحرق الفحم الكربون الأحفوري اللي هو الوقود الأحفوري والغاز الطبيعي والأبخرة والأدخنة اللي بتطلع من المصانع، كل ده زود الغازات اللي هي بتساعد على الاحتباس. خلى الغلاف الجوي بقى أكثر سماكة فبيمنع نفاذ الأشعة اللي هي الضاره. فيعني اختزل الحراره اليو في الاشعه الفوق بنفسجيه اختزل الحراره جوه الغلاف الجوي. فده سبب اللي هي ظاهره الاحتباس الحراري. عارفين فكره التكييف؟ التكييف العادي هو ان احنا بنحول الغاز الفريوم من حاله سائل لحاله غازيه. في خلال التحويل دوت احنا بنحتاج حراره عاليه، ولما بنيجي نحولها تاني للحالة الغازية هو بيمتص كل الحرارة الموجودة. فهي دي هي الفكرة، ان احنا بقى عندنا مناطق درجات الحرارة فيها منخفضة جدا بشكل يعني بمعدلات اكبر من الطبيعية، ومنطقة تانية درجة الحرارة مرتفعة بمعدل اكبر من الطبيعي. طيب محمد، ده بالنسبة مثلا للمناخ والتغير المناخي في العالم كله مش عندنا احنا بس، كلمني عن التلسكوب اللي احنا النهاردة بنتكلم عليه، وازاي انت قدرت توصل لناسا، او عرفت ازاي عن التلسكوب، او عرفت ازاي ان انت ممكن تبعت لناسا اصلا؟ تمام، هو انا قلت من 8 سنين كنت بتابع المواقع الاجنبية. طبعا اكبر مكان واحد يقدر ياخد منه معلومة كانت وكالة ناسا. وكالة ناسا من وقت للتاني بتنزل، هي بتطلب افكار بس بشكل ما بيبقاش بشكل مباشر، يعني مش بتطلب بشكل مباشر. يعني في وقت من الاوقات بتطلب في حد عنده افكار لتجارب جديده ممكن تتطبق في الفضاء. فكان في قريت كده ان هم كانوا كاتبين عايزين تصميم محاكاه للتلسكوب جيمس ويب. هو التلسكوب جيمس ويب هم بداوا فكرته من سنه 96. تمام، التلسكوب ده عباره عن آلة زمن. هو ببساطه يعني هو عباره عن آلة زمن، هو هيصور لنا الماضي. التلسكوب جيمس ويب هو موجود حاليا في تلسكوب موجود اللي هو موجود التلسكوب العجوز اللي هو هابل. تمام، التلسكوب دوت يعني كان في وقت من الاوقات هو الحاجه الكبيره المسيطر. التطور بقى اللي حصل في جيمس ويب ان هم فكروا ان هم يضيفوا تعديل عليه، ان هو بدل ما بيصور يعني بدل ما هو الاول عايزين نعرف الاول فكره التلسكوب بتبقى شغاله ازاي عشان نعرف احنا بنتكلم عن ايه. هو التلسكوب بيبقى عباره عن مرايات كبيره بتجمع الضوء اللي جاي لها وبتعكسه على عدسات بتكبر الصوره،
وبتعالج الصوره في الاخر بتدينا شكل كده، يعني بتدينا شكل نهائي، صوره نهائيه للمجرات والكواكب الموجوده بعيد جدا. تمام. الفكره هي جت من النظر، يعني احنا لما بنيجي بنشوف لما يعني الرؤيه بتتم ازاي، ان الضوء اللي بيبقى ساقط على الاجسام بيتعكس جسيمات ضوء اللي هي عباره عن الفوتونات. الجسيمات دي احنا بنستقبلها على الشبكيه بتاعه العين. ايوه بالظبط تمام. وبتتجمع والمخ بيعالج المخ بيعالجها وبيكون لنا صوره اللي احنا بنبقى شايفينها. الضوء اللي جاي اللي احنا بنستقبله او التلسكوبات بتستقبله، الضوء ده عشان خاطر بيجي من على مسافات بعيده بيبقى التردد بتاعه ضعيف. فهابل بيقدر يصور الصور اللي هي قريبه، يعني مثلا ممكن مليون سنه ضوئيه. بس الضوء بيبقى عباره عن 7 الوان احنا عارفينهم، اللي هو الوان الوان الطيب. الوان الطيب بالظبط كده. الضوء التردد بتاع الضوء الاقل من ال7 الوان او الاعلى من ال7 الوان ده بيبقى اسمه الاقل من النور من الضوء الاحمر من اللون الاحمر اسمه الاشعه تحت الحمراء. اللي اعلى من اللون البنفسجي اللي هي الاشعه الفوق بنفسجيه. فوق بنفسجيه تمام. هابل شغال على الاشعه الفوق البنفسجيه اللي هي بيبقى التردد بتاعها عالي جدا والطول الموجي قصير. الطول الموجي ده اللي انا هقدر اشوف بيه المسافه قريبه. التلسكوب جيمس ويب يعني التقنيه بتاعته اللي بيشتغل بيها اللي هو بيصور بالاشعه تحت الحمراء، فهنا هيبقى الطول الموجي كبير والتردد اقل. فبالتالي انا هقدر اشوف مسافات كبيره. أبعد. تمام. هو يعني المقدر ليه ان هو يشوف يعني هو هيقدر يلقط صور على مسافه 13 مليار سنه ضوئيه، يعني من عمر الكون، فهيقدر يصور النشاه بتاعه الكون. وهو ده اللي الطموح بتاع البشر عشان خاطر يقدروا ان يشوفوا الكون بدا ازاي. يشوفوا الكون وده غير طبعا ان هم ان هو هيقدر يشوف المجرات البعيده عننا. كل ده عشان خاطر يجاوب على سؤالين. احنا عايشين لوحدنا في الكون؟ لان احنا يعني احنا عايشين في مجره فيها 100 مليار نجم، يعني 100 مليار شمس. الكون فيه 100 مليار مجره. فطبيعي ان هو الواحد يفكر ان هل في كائنات زي ما احنا بنقول يعني الكون ده كله عشان خاطر احنا بس صح. نبقى عايشين فيه. فدي حاجه. الحاجه الثانيه هيصور التطور بتاع الكواكب اللي اتنشأت في المجرات اللي بره، فهيقدر ان هو يدينا يعني تصور برضك للتطور اللي ممكن يحصل عندنا في الارض. طب هل وكاله ناسا بترد على اي حد بيبعت لها تصورات؟ اي حد بيخاطب ناسا بترد عليه بشكل سريع جدا في نفس اليوم او تاني يوم. انا في وقت من الاوقات طلبت من ناسا ان يعني يخلوا الموقع بتاعهم مترجم للغة العربية عشان يسهل شوية، فهم لا خلاص عاوزين يفتلوا على الانجليزي. اللغة الانجليزية. طب امتى بدأت ترد عليك وكالة ناسا؟ هو انا اي سؤال ببعته لهم بيجاوبوا عليه. لو في حاجة انا عايز اعرف اسأل عنها بيجاوبوا. في افكار كانت بتتبعت وكانت بتجاوب عليها ان هي موجودة فعلا وان هي قايد البحث. طب معلش بس عاوز اسالك، هل انت بتبعت لهم الاقتراحات تبعونك بس مثلا لو عندك اسئله كمان بيجاوبوا عليها؟ بيجاوبوا عليها وبيعطوك المعلومه زي ما هي علشان يساعدوك بالابتكار اللي انت عم تبتكره؟ لو المعلومه متوفره عندهم هم بيردوا عليا عشان خاطر يعني هو كنوع من الدعم المعنوي. هم هيستفيدوا وهم هيستفادوا ممكن بفكره جديده. يعني التلسكوب بدا تصميمه سنه 96. كان المفروض ان التلسكوب هيطلع في سنه 2007 وكان مقدر ليه ميزانيه حوالي 500 مليون دولار. في 2005 قبل ما يطلع بسنتين اكتشفوا ان التصميم مش هينفع وان هم لازم يغيروا كل التصميم. فبداوا يطلبهم افكار، ناس كتير بتبعت افكار. المشكله كان ان حجم التلسكوب كبير والصاروخ اللي هيطلع التلسكوب مش هيقدر يستوعب الحجم. فكان من ضمن الافكار اللي استخدموها واللي طبعا هم ما بيقولوش هو مين صاحب يعني الفكره جات لهم ازاي. هم عندهم حقوق ملكيه للافكار اللي بتجي لهم. بالظبط تمام. ان التلسكوب يبقى قابل للطي. هم عملوه 18 مرايه على شكل سداسي. المرايات دي قابله انها تطي
عشان تخش في الصاروخ اللي هيطلع في الفضاء، وبعد كده لما بتطلع بينفرد وبيبدا ان هو يقوم بالمهام بتاعته. طيب محمد، احنا دلوقتي بنتكلم عن ناسا، كنا دايما بنسمع ان وكاله ناسا بتعمل مسابقات كبيره جدا بمبالغ ضخمه لاي حد ممكن يفيدها في مشاكلها، مثلا زي مشكله ان رواد الفضاء مثلا لو الاكل اللي خلص منهم محدش بيعرف يبعت لهم اكل، فكانوا هنا عاملين مسابقه لو حد عنده اقتراح او ان حد يبعت اصلا اقتراحاته ان هو احسن اقتراح هيقدر فعلا يتنفذ على ارض الواقع ياخد معاهم جايزه. كان عندهم مشكلتين، ازاي تمام. الاكل وازاي الفضلات بتاعت الانسان، هو لغايه دلوقتي لسه ما وصلوش لسه ما جاتلهمش الفكره، لسه ما وصلت لهمش الفكره اللي هم يقدروا يشتغلوا عليها. بس هم فعلا هم في حاجات عندهم بتبقى ضروريه جدا ومحتاجين افكار، فبيحطهم يعني دافع كبير علشان خاطر الناس تبدا تقدم افكار. طيب محمد، قول لي الشغف اللي عندك عن الفضاء وعن المناخ ده غير ايه في حياتك؟ يعني انت النهارده مثلا شغلك ودراستك كانت حاجه تانية خالص غير علوم الفضاء والمناخ، لما بدات انت تعرف عن المناخ والدراسات والابحاث اللي انت بتقراها، ايه اللي اتغير فيك؟ اتغير ان انا بصيت للعلم بشكل مختلف خالص. يعني مثلا احنا لما بنيجي نفكر، احنا بنفكر كلنا بنفكر بداله خطيه اللي هي 1+1=2. انا لو جيت قلت لحد ازاي اقدر اطلع القمر بورقه هيقول لي انت مجنون. صعب. انما بالعلم ممكن ان انا اجاوب عليه واقول له ممكن ان اطلع بورقه القمر، ان انا لو مسكت ورقه طبعا، بس طبعا ايا كان هي حجمها قد ايه، بس ورقه تمام، وطبقتها 42 مره، طبقت الورق 42 مره اقدر اوصل بيها للفضاء. هنا الموضوع يبان غريب صح؟ عشان خاطر مش مفهوم. مش مفهوم. هو العلم ما بيفكرش بالتفكير بتاعنا، بطريقتنا احنا في التفكير اللي هي الداله الخطيه، لا، العلم بيفكر بداله اسيه. اللي هي ازاي؟ ان انا لما اجي افكر مثلا، طب انا لو طبقت الورقه دي مره، لو الورقه سمكها ملي هيبقى سمكها 2 ملي، طبقتها تاني هيبقى 4 ملي، 8 ملي، يعني لو طبقتها 20 مره هتعمل الايه؟ متر 2 3. الداله الاسيه ممكن توصل لي ان انا انسى بقى التفكير بتاعي دوت اللي هو العادي، ان ال 42 مره دول ممكن يوصلوا الورقه ل 440 الف كيلو. والمسافه بينها وبين القمر 380 الف كيلو، يعني انا كده هعدي القمر كمان طبعا. فالعلم جميل، العلم يعني في 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 بيفتح طبعًا. المدارك و... طبعا اكيد. طيب محمد، قول لي ايه اهم حاجه مثلا اساسيه بيعملها التلسكوب، ونتكلم شويه على شكله ونتكلم على وزنه. تمام. هو التلسكوب زي ما قلنا ان هو بيصور المسافات البعيده عننا. هو التلسكوب عباره عن 18 مرايه. هابل المرايه مرايه واحده طولها حوالي 2 متر و40 سنتي. التلسكوب جيمس ويب 18 مرايه صنعوه من البروليوم، ده معدن خفيف وقوي جدا مطلي بالذهب. المرايه الواحده يعني المرايه على شكل سداسي، لما هيطلع لما هو طلع خلاص للفضاء، وحاليا هو موجود في المدار بتاعه، وطبعا هو يعني بس اشمعنى مطلي بالذهب؟ علشان خاطر الذهب مش هيتفاعل مع مش هيتفاعل، فمش يعني اي معدن تاني يعني. اي معدن تاني ممكن اللي هو هيصدي يعني. لا، الذهب مش هيتفاعل مع طبيعه الجو فوق او اي بالظبط. وخصوصا كمان احنا شايفين دلوقتي على الشاشه كمان، ممكن تشرح لنا على الصوره؟ ده منظر التلسكوب وهو يعني متطبق تمام. ده الصوره اللي هم وصلوا لها في الاخر. تمام. ده الشكل النهائي ليه. دي العمليه اللي بتتم دلوقتي، يعني ده التصور بتاع هو يعني هو دلوقتي على موجود في مدار اسمه لاجراند 2. المدار ده على مسافه 1.5 مليون كيلومتر. اختاروا المدار ده بالذات عشان خاطر هو في تعادل في المنطقه دي بين جاذبيه الارض وجاذبيه الشمس، فما ياثرش، ما فيش اي تاثير سواء نفسه. من سواء الارض او الشمس ما ياثروش عليه، فيقدر ان هو يتحرك بسهوله. من وكمان عشان يوفر
الوقود. لان الوقود اللي موجود في التلسكوب يقدر ان هو يشغله 10 سنين بس. ودي مشكله هو تداركها لما طلع المدار بتاعه، لانه هو يعني استهلك حوالي 50% من الوقود عشان يطلع. ال 50% بس من الوقود اللي كان المفروض يعني مخطط ان هو يستهلكه عشان يوصل المدار. فده هيزود المده بتاعت عمره اللي بعد ما بينتهي في الخدمة. فتره الوقود بتاعته بيقع ما بيسيطر عليه. لا هو مش هيقع، هو كده موجود سابح بقى في كده في الفضاء. طيب يعني انت دلوقتي قلت لنا ان انت شاركت في نموذج المحاكاه. ايه يعني ايه الحاجه اللي هم شكروك عليها في بالمشاركه معاهم؟ هو ناس كتير اتقدمت. ناس كتير اتقدمت بتصميمات، بس هي وكاله ناسا يعني نشرت ال 13 تصميم بس من التصميمات اللي جات لها. هم ما بيعملوش اعداد كبيره جدا. طبعا هم ما يعني ما بيقولوش ان ده تصميم محمد، ده تصميم لا محمود. لا اخر مهمه مثلا كانت موجوده، كان في اول كورونا، اول احداث كورونا من سنتين، اتقدم 90 حاجه، يعني حوالي 92000 يعني هاوي فكرة. الفضاء تمام ب 92000 فكره. فطبعا كان احداث كورونا، ف اضطروا ان هم عشان خاطر يخلوا الناس يعني يرضوا الناس كلها عملوا مجسم على شكل الكره الارضيه، مكون من الصوره الشخصيه بتاعت ال 90000 وطلعت محطه الفضاء الدوليه. اوكي. طيب محمد قول لي ايه اول حاجه المفروض التلسكوب هيعملها او هياخدها العلماء بعد كده هيقولوا ان ده اول حاجه تلم التلسكوب؟ تمام. هو التلسكوب طلع على الصاروخ اريان 5، طلع يوم 25 ديسمبر، وكان المفروض ان هو هيوصل بعد 30 يوم المدار بتاعه. هو وصل قبل المده دي ده انجاز كويس. ده انجاز طبعا. وصل المدار بتاعه وبدا العمليات بتاعته، ان هو طبعا بيتفك وبيتفرد العمليه دي لوحدها فيها 344 مرحله، دي هتاخد 5 شهور. فاحنا ان شاء الله قدامنا يعني 5 شهور من دلوقتي عشان يبدا ياخد اول صوره مثلا. او مش هتبقى اول صوره، لان هي الفوتونات دي اللي هتتجمع على المرايه هتاخد وقت شويه، بس نبدا نستنى بقى اول صوره يبدا عمله بالكامل. تمام. محمد بنشكرك جدا ونتمنى لك يا رب النجاح دايما كده وابحاث كتير في حياتك، وربنا يزيدك. الله يخليك. ان شاء الله يا رب منها على الاعلى وترفع اسم مصر كمان، ويعني اسكندريه محظوظه انه جابت حد عم بيوصلنا للمرحله اللي احنا وصلنا لها. شكرا كتير محمد. والله محمد بص يعني انت خليتنا كده كلنا احنا قاعدين، احنا ما كناش بالهدوء ده. فانت خليتنا فعلا عندنا تطلع نعرف ايه عالم الفضاء والدنيا. انت عملت ايه او قدمت ايه في الموضوع؟ كله مستني. هو جايز يحصل حاجه في مصر، مفيش يعني تركيز شويه على الموضوع. ناسا بعتت يعني طلبت 24 يعني عالم دين. ودي طبعا دي حاجه غريبه وجديده جدا. تمام. على ناسا علشان خاطر يبداوا ان هم يجهزوا البشر لو في حياه تانية اكتشفوها. هيقولوا ايه الناس؟ العلم عند الله. وربنا يوفقك ونورتنا يا محمد. شكرا ليك جدا. دلوقتي خلصت فقرتنا، خلينا نطلع لفاصل ونرجع مع الداعيه يوسف عادل. وصلنا مع حضراتكم لاخر فقراتنا كده، وزي ما احنا متعودين ان يوم الجمعه بيكون مشرفنا الداعيه الجميل يوسف عادل، بنتكلم معاه عن امور الحياه، ونكون دايما حريصين جدا ان احنا نحاول نوصل المعلومه بشكل صح وبشكل بسيط، وازاي نقدر نستثمر كده وجودنا في الحياه وطول ما ربنا مدينا عمر في احسن طريقه، ان احنا ازاي نكون مستثمرين حقيقيين مع ربنا بافضل طريقه. ازيك يا يوسف حبيبي يا شريف؟ عامل ايه الاخبار؟ الحمد لله زي الفل. مرحبا يوسف، منورنا النهارده. الله يكرمك. يعني زعلان اني ما عرفتش احضر الحلقه اللي فاتت، بس نعوضها النهارده ان شاء الله. خلينا نبتدي الحلقه كده او الفقره تبعتنا ونسال كيف او ازاي فرضت الصلاه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدي وحبيبي وقدوتي سيد العالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احنا خلينا نقول قبل ما ندخل الصلاه فرضت ازاي، خلينا نقول ان احنا اسبوع بالظبط وداخلين على شهر رجب. صحيح. يعني رجب شعبان، بعد رجب وشعبان رمضان. رمضان أفضل شهر في السنة. رمضان.
فريق المنتخب طبعا فاز الماتش اللي فات، الف مبروك وعقبال يا رب ان شاء الله الماتش يوم الاحد، يوم الاحد باذن الله، يا رب ان شاء الله الشعب المصري كله يفرح باذن الله ان شاء الله. فالمنتخب المصري علشان يدخل بطوله كاس الامم الافريقيه اكيد احتاج يدخل معسكرات، وبقى له فتره كبيره في معسكرات عشان يبدا يجهز ان هو يدخل البطوله ويبداوا ايه يقفوا على رجليهم كده ويبداوا يقدروا يفوزوا زي الماتش اللي فات. اجمل تشبيه، صح كده؟ صح كده. احنا محتاجين دلوقتي نعمل ايه؟ محتاجين نستعد وندخل المعسكر لشهر رمضان. كان الصحابه قبل شهر رمضان بست شهور بيدعوا دعوه واحده بس، هي ايه؟ اللهم بلغنا رمضان. صح. يعني كان رمضان يخلص فيقولوا اللهم تقبل منا رمضان، يقعدوا ست شهور بعد رمضان يا رب اتقبل منا رمضان باعمالنا البسيطه. قبل رمضان بست شهور اللهم بلغنا رمضان، فاحنا من النهارده بقى شهر شهرين، يعني احنا في اربع شهور فاتوا مننا ناسيين الدعوه. فاحنا خلال اسبوع هندخل في شهر رجب فنقول اللهم بلغنا رمضان. طب احنا محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين نستعد لشهر رمضان اللي هو اعظم شهر في السنه، اللي هو فيه ليله افضل من الف ليله، اللي فيه كل لحظه هتمر عليك مش هتعرف تعوضها تاني. صح. تمام كده؟ طيب هنستعد لرمضان ازاي؟ متهيألي مفيش افضل من الصلاه، اتكلمنا الفقره اللي فاتت عن الصلاه واتكلمنا اهميتها واتكلمنا الناس اللي بتكسل عن الصلاه. طيب ليه النهارده محتاجين نكمل الصلاه؟ علشان الشباب الصغير وعلشان الشباب الكبير. يعني يمكن المره اللي فاتت قلنا ايه؟ للاسف هي في ناس كبيره ما بتصليش. صح. مش هقول بتقطع في الصلاه، لا ده ما بتصليش اصلا. يعني اللي هو ايه فكره ان انا اصحى اصلي مش على بالي اصلا. وناس كبيره وناس في جامعات وناس متعلمه وحاجات زي كده كتير، فقلنا لا في هنا ايه؟ حاجه خطر. جماعه هو احنا السؤال بقى لحد امتى؟ احنا قاعدين كان في فجوه ما بيننا وما بين الدين. تاني هفضل اقولها، طريق النجاه هو طريق ربنا. طريق الراحه والسعاده والطمأنينه والسكينه هو طريق ربنا. صح. ياما جربنا طرق تانيه. ياما شباب وبنات جربوا طرق يلا نصاحب ويلا نعمل علاقات محرمه، اكتشفوا في نهايه الطريق انه طريق مش ظريف ومش حلو. وياما شباب تاني بداوا ياخدوا طريق طب يلا نشرب سجاير، طب يلا مخدرات، طب يلا نضرب مش عارف ايه، واكتشفوا ان في الاخر خبطوا في حيطه مش عارفين طب احنا نعمل ايه، لا عارفين نطلع لقدام ولا عارفين نرجع لورا. طب يا جماعه ما احنا ببساطه بنقول ان طريق ربنا هو اللي فيه الراحه، احنا بندور على ايه؟ مش سعاده. صح. بندور على الراحه والطمانينه والسكينه، ان احنا عايزين نحس ان احنا هاديين. صح. طب هو طريق ربنا قدامنا، طب احنا بنعمل ايه؟ النهارده كام بيت بيشتكي يقول لك ايه؟ انا في حد عامل لي عمل، انا محسوده، انا البيت مش طبيعي، انا اولادي كل شويه يتعبوا، انا مش عارف الحاجه بتبص في البيت. عارفين اللغه اللي بقت منتشره دلوقتي؟ انا حد عامل لي عمل، احنا مش عارف حد باصص لنا. يا جماعه ومن اعرض عن ذكري فان له معاشه ضنكا. ربنا لما بيدينا السلاح، ربنا لما بيدينا الوسيله نقدر نتغلب بيها على مصاعب الحياه احنا سايبينها. صح. فالنهارده لما انسان اصلا بعيد عن الصلاه، لا هو حضرتك مش محسود، هو حضرتك مش في معية ربنا. هو مش الشيطان قاعد بيعمل لكم اعمال، لا هو حضرتك اصلا عزمة الشيطان عندكم في البيت وقاعد بياكل معاكم وبتخليه يربي اولادكم. علشان كده هو احنا النهارده بنتكلم في الصلاه اللي هي العلاقه مع ربنا، اللي هي الصله واللي بترتقي بحال الانسان، اللي تبدا تخلينا نبقى في معية ربنا. يعني ايه في معية ربنا؟ يعني ربنا اللي بيحفظنا. الصلاه من كتر عظمتها شوفي فرضت ازاي، عشان هاي السؤال اللي سالته. في رحله الاسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم كلنا عارفينها اللي حصلت قبل الهجره بسنه، هي اصلا الصلاه كانت موجوده ولا مش موجوده قبل ما تفرض؟ لا كانت موجوده. بس كانت الصلاه اللي موجوده كانت ركعتين الصبح وركعتين بالليل. طب الصلاه شكلها عامل ازاي؟ محدش عارف. هنا العلماء اختلفوا، لكن كان فيه صلاه. تمام؟ فلما النبي صلى الله عليه وسلم في رحله الاسراء والمعراج وخلاص الله عز وجل، خلي بالكوا كل الفرائض اتقالت للنبي عن طريق الوحي. طب الصلاه ليه ربنا اللي قالها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لما كلنا عارفين صلى بالانبياء كلهم وعرفناها منه، ومن هو اللي عرفنا. صح. النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام، مظبوط. صح. فلما ربنا يبلغه الفريضه بذاته، ايه عظمه الفريضه دي؟ ولما ربنا يقول له انت هتصلي 50 صلاة في اليوم، فسيدنا محمد خلاص نازل وخد 50 فرض. يعني احنا مطلوب مننا يا جماعة ان احنا نصلي 50 فرض في اليوم. يا شباب يا بنات، يا اللي خمس فروض بالنسبة لكم صعب، احنا الفروض اللي كانت نازلة علينا 50 فرض. شفع علينا. فسيدنا موسى فاهم،
وسيدنا محمد جميل رحمة. فهو نازل قال له لا لا لا، اسأل ربك التخفيف، أمتك مش هتتحمل الخمسين. سيدنا موسى، سيدنا موسى عرفنا يعني عارف اللي هو إيه، هو عارف إن إحنا بنشتكي من خمسة. فلما بقت 45 40 30، اسأل ربك التخفيف لحد ما بقت خمسة بأجر 50. يعني إحنا النهاردة بنصلي الخمس فروض وبناخد أجر الخمسين صلاة. يعني معنى كده عظمة الصلاة. الركن الثاني يا جماعة بعد الشهادتين، يعني النهاردة لما بنقول إيه، بيت، برج، أيا كان، 3 أدوار 4 أدوار 100 دور، النهاردة لو مفيش أساس في خلل، صح، لو مفيش قاعدة في مشكلة، في مشكلة إن مهما طلعت أنت هتقع، مهما كملت من مرة واثنين وثلاثة أنت هتقع، صح. فالنهاردة لما تبقى أركان الإسلام الخمس تاني ركن الصلاة وإحنا عندنا فيه خلل، هيبقى فيه مشكلة في كل حياتك. يبقى مش حسد ولا عمل ولا الناس بتكرهني ولا الناس كارهالي الخير، لا، حضرتك احنا اللي كارهين الخير لنفسنا. ليه؟ لان ربنا بيقول لنا احفظوا نفسكم بالصلاه، خمس فروض. اصحوا الصبح نقول بسم الله، نصلي الفجر ونصلي الظهر ونصلي العصر ونصلي المغرب ونصلي العشاء، نبقى في معيه ربنا، صح. ودي المراحل الاولى، يعني اللي هو ايه، ليفل 1. يلا بقى احنا هنصلي الفروض الخمسه، احنا لسه ما دخلناش في الحاجات الثانيه. كانش ليه في المره اللي فاتت انت أيوة. ختمت الفقره بحاجه جميله قوي، ممكن نقولها تاني عشان احنا قلنا ايه هنجاوب عليها المره الجايه بالظبط. في ناس كتير يمكن دي الاراء اللي بنسمعها في الشارع، يقول لك الشخص ده انا بصلي ومثلا بدعي دعوات كتير وبعمل حاجات كتير جدا ومحققتش اللي انا نفسي اعمله، وزميلي في نفس مجال شغلي او مجال عملي ما بيصليش، بيعمل كل حاجه غلط والدنيا ماشيه معاه جميله جدا. تيجي يقول لك طب ما انا بعمل، وبتحس ان في اهتزاز قوي جاي له. فانا يعني بمعلوماتي المتواضعه الصغيره جاوبت عليه، قلت له ده ممكن ابتلاء واختبار زي ما اتعلمنا وزي ما اتربينا، واكيد ربنا هيكرمك. يعني يمكن يكون التاخير ده كله بيكون فيه رزق اكبر واحسن. رائع، ده حلو قوي. انت التاخير وابتلاء واختبار ده جميل، لكن اسالكوا سؤال، هي اوروبا ناس مسلمه كلها؟ لا. صح. ما شاء الله الفتح موجود، صح، ده حقيقي. لما بنيجي نتفرج على ماتشات كوره بنحس ان احنا بنتفرج على ناس تانية، صح، صح. مواتير يعني حتى لما بيجوا حتى يعني حتى لما بيجوا يدخلوا جون مش مسلمين، صح، وناس تحس ان هي ايه مبسوطه كده وسعيده، وحتى في ناس ما لهمش مله كمان، مش متابعين اي، وباين على شكلهم الراحه ان هم مبسوطين، صح. هل ده هو المقياس؟ لا، خلينا بس نتفق كده على اساس اللي هو ايه كده. اللي هو ربنا في قوانين الدنيا ربنا بيدي للي اجتهد مش بيدي للشاطر، اللي بيصلي. انت خلينا نتفق ان ربنا فرض علينا فروض انت هتعملها، الفرض ده مش معناه ان انا النهارده عايز ابقى مهندس ما بذاكرش، ايه ده صاحبي اللي ما بيصليش بقى مهندس، لا يا حبيبي. ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا، ما قالش مسلم. مش مسلم. ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. مين اللي احسن العمل؟ ايا كان هو مين. ايا كان هو مسلم كافر ملناش علاقه، هو في النهايه هو اشتغل واجتهد. النقطه اللي الشباب بيقولها دي يا شريف نقطه دروشه، اللي هو ايه؟ انا عايز اصلي فانا عايز ابقى اشطر واحد في المدرسه. لا حبيبي، انت هتصلي وتذاكر. انت هتصلي وتاخد كورسات. انت هتصلي وهتروح تتمرن عشان تبقى لعيب. لكن النهارده ما يجيش، طب ما النهارده اشهر لعيب في العالم كريستيانو، وبعد كده ميسي، هما فين؟ فالنهارده لما يجي شباب صغير يقول لك كذا، لا هو تعب. لا هو اتدرب. هو في واحد قال له لسه شغال على نفسه لحد النهارده، صح، فهو اشتغل. لكن حته بقى علاقته بربنا انا ماليش علاقه بيها، دي بتاعته هناك. فعشان كده الشاب الجميل اللي ما بيصليش يقول لك اللي بيصلي يقول لك اصل صاحبي ما بيصليش وربنا فاتح عليه، هو اختبار وابتلاء لو هو مسلم، لكن هو اجتهد في الحته الثانيه. لكن النهارده ده مش معناه ان انا اسقط الفرض اللي ربنا قاله لي واجي اقول ايه اصل الناس. لا، انت حضرتك انتظم بعباده ربنا، انتظم بفرض ربنا عليك، وبعد كده شوف الفتح لما تجتهد في الحاجه اللي انت بتعملها. بالظبط. هنا بقى يبقى في ربنا هيعزز موقفك وهيكرمك وهيوقف لك ولاد الحلال وهيساعدك في حاجات طبعاً كتير. مش حلو؟ طب بالزبط. عمل كده ولسه ما فتحتش، يعني اجتهد وقريب من ربنا وذاكر لكن لسه الدنيا ما فتحتش، هنا نقول بقى الصبر. هنا أيوة نقول بالزبط. بقى هنا نقول الاختبار، هنا نقول الابتلاء، هنا نسميها كل ده. لكن ما بقاش انا ما خدتش خطوه
وداخل اصلي، طب انا يا جماعه هدخل اصلي بقى وايه، والشباب دلوقتي اللي في امتحانات فيقول لك ايه، طب انا هدخل اصلي ركعتين وانام بقى ان شاء الله ربنا يفتح عليا في الامتحان. لا ده هناك مش في ديننا، لانه والله ديننا ما دروشه صح، احنا ديننا العمل. كل الانبياء كانوا بيعملوا، كانوا بياكلوا من عمل ايديهم، ما كانش حد بيصرف عليهم. فالنهارده انك انت بتصلي وبتجتهد وبتدعي، لكن اشتغل واتعب. عارف يا يوسف ايه اصعب حاجه؟ انك بتدعي الدعوه وبتسعى وكل حاجه، وانك يبقى عندك حته بقى الايمان بربنا انه هيحقق لك ده. ما ده اتكلمنا فيه من كام حلقه. ايوه بالظبط. الموضوع هو الاحسن الانسان لما يدعي يكون عنده يقين انه الدعوه دي هتستجاب. طبعا بالظبط. فهو طول ما في يقين يبقى انت على الطريق الصح. انا عندي حسن ظن عبدي بي. برافو عليك يا صح. والله انا عندي ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. الدعاء اليقين ده انت يقينا ربنا هيستجيب، انت يقينا ربنا سمعك، انت يقينا وانت ساجد. الصلاه يا جماعه تاني هنرجع نقول الصلاه اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاكثره من الدعاء. هو مش كلنا عندنا طلبات؟ طب احنا يا جماعه ما بنروحش نطلب، احنا يا جماعه بنستسهل نخبط على ابواب البشر. طب ما هو الباب مفتوح بالزبط. يا جماعه انا اسف مش هقول اسماء ناس، بس احنا بناخد مواعيد من ناس قبلها بشهر وشهرين وثلاثه ويديك كذا وعندنا كذا وعندنا كذا. يا جماعه ربنا في لحظه. ده انا مش هقول لك انك هتدخل تتوضى وتقف على سجاده الصلاه، ده انت بمجرد قلبك حضر الموضوع انتهى. ده انت مجرد قلت يا رب. يا اخي ده من الناس السبعه اللي ربنا هيظلهم يوم لا ظل الا ظل يوم القيامه. رجل واقف وسط الناس ذكر ربنا في هدوء ففاضت عيناه. واحد بيقول يا رب لا اله الا الله عيني دمعت، بقى من السبعه اللي ربنا هيظلهم. لا راح بقى ايه، قلنا ان هو اتوضى وصلى قيام ليل. يا جماعه ده واحد قال يا رب، بس كان منكسر قوي يعني كان عنده هم، كان عنده يقين، كان عنده حب. مش معنى ان يبقى عنده هم على فكره، يعني احيانا ربطنا علاقتنا بربنا بالدعاء ساعه المشكله. طب على فكره في اوقات كتير جدا انك انت تحس في علاقتك مع ربنا يا اخي لما تكون الحياه حلوه. هو ليه دايما بنروح في الحاله الثانيه؟ طب ما ربنا فتح عليا وفتح لي ابواب رزق. يا اخي اقعد في عربيتك، ولا اقعد، ولا وانت في المطبخ، ولا وانت في بيتك، ولا وانت في شغلك، الحمد لله من قلبك، وتكلم ربنا تقول له يا رب الحمد لله. انا مربوط عندي انا متشكر بصلاه الشكر، ركعتين شكر، ركعتين بحس ان انا يعني خلاص قضيت فروضي. بحس لا ان انا ان انا كملت مش اللي مش كملت اللي عليا، بس حاولت ان انا يعني اللي هو اعمل ايه. انت لو دلوقتي قلت لي انت ناقصك حاجه وانا رحت جبت لك ايه، مش هتشكرني؟ بالظبط. وبالك لما هتاخده من رب العالمين يعني مينيمم يعني لوحدك الانسان يعني عشان يحس حاله انه هيحس حاله كده صغير طبعا، بس قدام ربنا. بس حلو الانسان يشكر علشان برضه يقدر اللي عم بيصير. ما انت بتشكر صحيح. البني ادمين لو عملوا لك حاجه مش هتشكر رب العالمين؟ واشكره بالطريقه اللي انت حاسس انك انت هتعرف تشكره بيها. بالظبط. طب ما دام احنا عم نتكلم على الصلوات كمان، خلينا نحكي ما معنى السنن المؤكده. رائع. وما هي السنن المؤكده؟ رائع جدا. لما الانسان بيحب يشكر ربنا فلما تسال النبي صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله قال الصلاه على وقتها، ماشي كده؟ قال الصلاه على وقتها يعني في وقتها الضوء مش العصر تمام. وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. السؤال بتاعك اهي دلوقتي النوافل. وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. ايه النوافل؟ السنن المؤكده والسنن الغير مؤكده او السنن المستحبه. السنن المؤكده اللي احنا يمكن قلناها كتير ويلا نقولها تاني، السنه المؤكده اللي النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيسيبها، ولو فاتته كان بيرجع تاني يعملها يصليها. اللي هم الركعتين اللي قبل الفجر كان استحاله ان النبي يسيبهم، اللي هم قبل الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا لو نعرف الخير اللي في الركعتين اللي قبل صلاه الفجر عمرنا ما نسيبهم في حياتنا، لو هنيجي زحفين. عارف انت اللي هو انت عمرك ما هتسيبهم. طب تصدق انا السنه الوحيده اللي بصليها هي بتاعت الفجر. الله. ايوه عايز اقول لك افضل وانت سنة. بتحكي انا صوت امي جه في ودني من كبرت عليه لغايه النهارده. الله. حته اللي ربنا يخليكم. حته اللي هو يعني بالخناق بتقومني بالفجر بالخناق. الله. وتبقى حريصه جدا ان انا اصلي
فانت دلوقتي وضحت لي شويه امور يمكن هلا هنعرف يعني وضحت لي الامور دي. افضل ركعتين كان النبي ما يسيبهمش ابدا ركعتين قبل الفجر، يقول لك تاتي لهم حبوه، عارف انت انت مش هتسيبهم. قال ايه تاتي حبوه؟ يعني اللي هو ايه، انت جايبهم زاحف مش هتسيبهم. انت هتفضل كده الركعتين دول مهما فاتوك انت هتجيبهم تاني. النبي كان بيقضي ركعتين صلاه الفجر، لو النبي كان اتاخر يعني وصلى الفجر كان يصليهم برغم ان الصلاه ما بعد الفجر منهي عنها لحد الشروق، لكن لو كان الركعتين ما صلاهمش كان النبي يصليهم. تمام كده، الاربعه اللي قبل الظهر واثنين بعديهم دول سنه مؤكده، اربعه قبل الظهر واثنين بعديهم، اثنين بعد المغرب، اثنين بعد العشاء، يبقى دي السنه المؤكده 12. طب اللي يصلي ال 12 يتعمل له ايه؟ فالفجر والظهر هم الوحيدين اللي فيه قبل الصلاه. قبل اوكي مظبوط، دول السنه المؤكده قبل الفرض. يحصل له ايه بقى؟ قصر في الجنه. قصر في الجنه ايه؟ ايوه قصر في الجنه يعني انت يعني من صلى 12 ركعه في اليوم بني له بيتا في الجنه. يعني حضرتك كنت بتقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله يقينا في قصر في الجنه. شوف احنا كنا بنتكلم بدون ذكر اسماء قبل الفقره، ومش عارف في المكان الفلاني، والشقه بقت واصله بكام. يا جماعه هو احنا والله ربنا كل حاجه عنده افضل بكتير. يعني احنا مش بنتكلم كلام خيال. فلما نقول بيت في الجنه او قصر في الجنه، يا جماعه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني الجزيره اللي كل الناس بتحلم ان هي تروحها، هي ما تجيش حاجه في الجنه اصلا. يعني اللي هي لا تذكر. اي منظر انت حابب بتشوفه على السوشيال ميديا او اي حاجه وهميه، يا جماعه هي مش موجوده. فلما ربنا يقول لك لو صليت 12 ركعه في اليوم ليك بيت في الجنه، لا عيش بقى واحلم. فما بالك ده يوم، يعني احنا اليوم اللي نصلي فيه لنا قصر في الجنه. ما بالكم يا جماعه اللي بيقعد 30 40 سنه محافظ على السنه المؤكده، عنده كم قصر؟ عنده كم بيت؟ عنده كم حديقه؟ كم جنينه؟ اما نقعد نعلم اولادنا الكلام ده، نربطهم بالجنه، هو ايه الدنيا اللي مالت قلوبنا؟ ايه الدنيا اللي خلتنا كارهين بعض؟ فلما نيجي نعمل السنن المؤكده اللي النبي ما كانش بيسيبها ابدا، طب السنن المستحبه؟ السنن المستحبه كان ايه؟ اللي احنا نعملها وما نعملهاش براحتنا خالص. اللي هم ايه؟ اللي هم في اربعه قبل العصر، النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا اللي يصلي اربعه قبل العصر رحمه الله يجي له الرحمه. اثنين قبل المغرب، اثنين قبل العشاء، لكن خلينا في السنن المؤكده عشان وقتنا حاسه انتهى. ايوه يبقى احنا اثنين قبل الفجر، اثنين اربعه قبل الظهر، اثنين بعديه، اثنين بعد المغرب، اثنين بعد العشاء. اخر حاجتين الناس تركز فيهم ركعتين الضحى اللي هو بعد الشروق وركعه وتر، كان النبي صلى الله عليه وسلم ما بيصليهمش. ركعتين الضحى بس عشان الناس اللي بتحس بالتعب والكلام ده كله، ركعتين الضحى دول كانها صدقه على كل عضله في جسمنا. الناس اللي بتخاف على صحتها وبتخاف على صحه اولادها وبتخاف على كذا، ركعتين الضحى كاننا بنزكي، كاننا بنطلع صدقه عن كل عضله في جسمنا. صلاه الوتر ان الله وتر ويحب الوتر، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يسيب ابدا ركعه الوتر. ده اللي هيخلينا نستعد ان شاء الله وندخل لرمضان جاهزين وباذن الله مكملين. والله يوسف يعني جزاك الله كل خير حبيبي يا شيف. عايز اقول لك ان الفقره دي بتصلح المسار، حتى لو المسار مش معوج، بس تحس ان الواحد حصل له حاله من التجديد. ربنا يخليك. وانا كمان والله يعني انا بصلح معاكم، عشان بس الناس دايما عندها فوبيا ان اللي بيتكلم ده شخص مركب جناحات. ربنا 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 بنجتهد مع بعض يوسف بجد. يعني المشاهدين ونحن بنحب فقرتك لانه بتوصل لنا الدين بطريقه بسيطه، كما يجب ان بتوصل الدين بطريقه الانسان بيتحمس انه يسمع تاني. عاوز انا يعني بجد بستنى الاسبوع يعدي، بستنى يوم الجمعه علشان الفقره دي، عشان اتعلم حاجات جديده بطريقه حلوه، بطريقه بسيطه، مش بطريقه اجريسيف، مش بطريقه اللي لازم تعملي كده ورب راح تروحي النار لما تيجي. لا بالعكس، في طريقه بالاخير ربنا مسامح وربنا كريم، ومش لازم اصلا اي حد لما يتكلم في الدين يتكلم عليه بطريقه اجريسيف، لا بالعكس اتكلم عليه بطريقه كتير بسيطه، لانه ربنا كمان مش هيعذبنا، لانه ربنا ما جبناش الدنيا عشان يعذبنا. دي الطريقه اللي يعني ربنا وصى بيها للناس ان هي توصل الدين بيه، مش صحيح. حتى الاطفال ولاي بني ادم، يعني مستحيل البني ادم يستوعب منك حته النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعه إلا رحمة للعالمين ونعم بالله عليه الصلاة والسلام. شكرا شيكو، ثانك يو يوسف، نورتنا كالعاده. نحن للاسف فخرتنا خلصت، بس كونكلوجن على اللي قاله داعي يوسف عادل، الحياه ابسط من كده، فكروا بالحاجه يلي حتفيدكم باخرتكم، مش فكروش في حياتكم دلوقتي. انا النهارده هشتغل على نفسي عشان اجيب شقه ولا علشان اجيب عربيه ولا لا، فكروا انه انتوا لازم تصلوا، تقربوا من ربكم، تقدموا لربكم اللي ربنا عم بيقدم لكم اياه، علشان ربنا عم بيقدم لكم حاجات كثيره ونعم كثيره حتى نحن كناس مش عم نحسها، بس بالعكس انت لو بتبص على اللي حواليك رح تعرف تقدر النعمه اللي عندك، مثلا زي الصحه، العينين، النظر، اي حاجه، عندك عيله، عندك سقف عم بتعيش عليه، سبيشلي بالاوقات البارده دلوقتي، عم بيكون عندك بيت، عم تقدر تتغطى، عم تقدر تنام في سرير مع ملايه، مش ضروري تكون قاعد تحت الامطار برا.
بالعكس ربنا كريم ومسامح كمان، وحاولوا انتم تقربوا من ربنا سبيشال لان احنا داخلين على ابواب رمضان، وان شاء الله مستقبلكم بيكون احلى وايامكم كلها بتكون حلوه. نحن للاسف فقرتنا وحلقتنا خلصت، هنستناكم بكره بنفس الوقت على صدى البلد 2 الساعه 6:30.